على تقييم الموقف الرسمي التونسي سواء من حيث التحفظ على قرار الجمعية العامة المتحدة أو الموقف من عدم تجريم تقنين تجريم التطبيع والجدل الذي أثاره تصريح السيد العميد بودربالة. أستاذ بقاسم حسن، بأنكم الآن تمثلوا حركة النهضة وجبهة الخلاص الوطني وعداء بعض المسيرات عفوا، هل تعتقد أن جبهة الخلاص وحركة النهضة تقومان بما هو منوط بعهدتهما في ظل نداءات المقاومة الفلسطينية بضرورة الضغط وضرورة الإبقاء على هذا الزخم في الشارع؟ أولا سحسين أنا تدارك لكي أحيي سعلي ضيفك لأنه دخل بعدي، هو حياني مشكور، أريد أن أحييها أرد له التحية بمثلها أو خيرا منها. لما كانت الشبلة الفلسطينية تغني وتدعو العروبة باسم العروبة أناديكم وابناء العروبة أناديكم وتقول باسم الطفولة أقاضيكم، تذكرت تلك الأغنية الأخرى وين الملايين الشعب العربي وين سيدي، هذا تفاعل بسيط. أتي إلى تونس إلى جبهة الخلاص وإلى حركة النهضة ثم الموقف الرسمي لما تسألني بشكل واضح. سيد الشعب التونسي في القضية الفلسطينية تحديدا هو ليس جماعة النهضة أو جماعة جبهة الخلاص وجماعات أحزاب أخرى. الشعب التونسي في القضية الفلسطينية هو شعب موحد يؤمن بقضية فلسطين أنها القضية المركزية والبوصلة، وأنه لا حرية حقيقية ولا سيادة ولا استقلال دون أن تحل قضية فلسطين وأن تتحرر فلسطين. نعم. هذا يعني منذ بداية تشكل ذلك الكيان المغتصب وإلى أن تتحرر فلسطين بحول الله، أرض غزة وأرض الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين، فلسطين اللي هي في قلب كل تونسي. وليست لدينا حول الموضوع الفلسطيني تحديدا خلافات لا مع يعني الدولة ولا مع باقي الأحزاب. فلذلك كل التحركات التي وقعت في تونس دعونا رسميا بشكل واضح، دعونا أبناء جبهة الخلاص الوطني في كل مكوناتها ومن بينها حركة النهضة إلى المشاركة في كل تلك التظاهرات. شاركنا في تظاهرة يوم 15 أكتوبر التي دعت إليها جبهة الخلاص وكانت أكبر تظاهرة على الإطلاق قامت في تونس. طبعا في تونس سبقها التظاهرة التي دعا إليها الاتحاد العام التونسي للشغل وبعض الفصائل المدنية والسياسية، كانت تظاهر جبهة الخلاص كما قلت الأكبر. ثم شاركنا فيما دعت إليه لجنة فلسطين التي وقعت فيما بعد مع بعضنا الناس كل. لكن هذا الحضور هل هو كافي أو أقل زخما من المعتاد أستاذ؟ لا، ولا شيء كافي، ولا شيء، لا تحرك ولا موقف ولا رأي كافي. الكافيات مطلوب أكثر بكثير مما هو موجود. خويا حسين أنا قاعد نصب لك ساعة شقاط ثم سأعلق عليه. يوم 17 أكتوبر جريمة المعمداني خرجت التوانسة، ويوم 18 دعونا نحن جبهة الخلاص إلى وقفة أيضا أمام المسرح، وآخرتها يوم السبت الماضي. تفاوت الحضور، تفاوت الاشتغال والانشغال اللي صاير في الشارع العربي كله. والشارع العربي كله أخي العزيز تراجع عما كان عليه في البداية. نعم، بعد جريمة المعمداني الخروج اسمح لي سي بقاسم، بعد جريمة المعمداني مستشفى المعمداني الخروج التلقائي للتوانسة في لي كان كبير برشا، لكن دور القوى المنظمة هو الإبقاء على تلك الجذوة مش مجرد عاطفة. أنت الآن بصدد فعل سياسي خصوصا بعد مطالبة المقاومة. وين النهضة وجبهة الخلاص من هذا؟ وجبهة الخلاص كان في وسط تلك التحركات. الكثير مش بيكتبوا على جبين النهضة ولا جبهة الخلاص، الكثير من الشباب ومن الشباب القياديين أصلا في حركة النهضة
في مكتبها التنفيذي وفي مكتبها السياسي وفي مكاتبها المركزية والجهوية، وكذلك في تنظيمات وفي منظمات مدنية كثيرة، الكثير منها على علاقة إيجابية جدا بجبهة الخلاص الوطني، في الطلبة والشباب وجمعيات مدنية، ونحن لا نفتخر بذلك ولا نسجله، لأن كل شيء نقدمه هو دون المستوى حسين ودون المطلوب، لأن المواطن التونسي أيضا شقي بما تعانيه فلسطين وشقي بما يعانيه هو هنا في تونس من وضع اقتصادي صعب جدا مس قوته اليومي ومقدرته الشرائيه ومس حريته، مس حريته في غياب الديمقراطيه التي يعني ناضل هو نعم. واجداده من قبله من اجل ان يفوز بالحريه التي وقعت في ثوره الحريه والكرامه ثوره 2011 يعني 17 ديسمبر 14 جانفي، والتي عاشت فيها تجربة ديمقراطية وقع إجهاضها وهدرها وغدرها. الشعب التونسي طبعا يعني شعر بما يعانيه أبناء فلسطين في ذلك الحصار، وهو هنا أيضا أنا أؤكد لك إحنا تجاوزنا الوضعية الوطنية لأن وضعية فلسطين تنزف الجراح والدماء بتاعنا بشكل كامل الناس كل، ولكن أيضا التوانسة يعانون الخروج التلقائي المعهود الذي تعرفه. إحنا لما كنا نقف أمام المسرح كانت الآلاف موجودة على ضفتي شارع بورقيبة شارع الثورة أمام مختلف المقاهي، لكن الكاميرا كانت تصور فقط الواقفين على المدارج، الواقفين على المدارج امام الكاميرات بتاع الصحفيين، لكن الكثيرين كانوا يرفعوا فيديوهم من بعيد ويرددون، وكما قلت لك نحن اقل بكثير مما هو منتظر. نعم. اي الولايات الداخليه كذلك نفس الشيء كان يجب ان تهب اكثر بكثير مما هو حاصل. طبعا سيدي الكريم احنا عملنا مجهودات جبارة كبيرة جدا مضحكة بين معقفين، لانها في الحقيقة ما يجب ان تكون لا جبارة ولا كبيرة، لانها كان يجب ان تكون عادية جدا، ولكنها ليست عادية في تونس، ليس عادية لان الانقسام والتجاذبات حادة جدا. فلقانا مع الحزب الجمهوري في بعض المناسبات اعتبرناه خطوة متقدمة، خروجنا مع بعضنا في تلك التظاهرة التي دعا إليها الاتحاد العام التونسي للشغل اعتبرناها خطوة متقدمة، لأن الأمر هدايا بلغ مداه يجب أن يعي كل التوانسة، راهو تونس وفلسطين والحرية والعدالة والحق يجمعهم، المفروض الآن يتجاوزون تلك الحسابات الضيقة. نعم. وتلك السياسوية والحزبوية، أنت قاعد تشوف الوضع السياسي اليوم، حتى الذين ساندوا الانقلاب في فترة من الفترات وصفقوا للمنقلب الآن كلهم تقريبا بشكل عام حتى في هذا البرلمان المنصب الذي اللي قام بعد 17 ديسمبر 2022 الناس كلها نافضة يديها طيب سنعود لتقييم موقف السلطة سي بالقاسم، اسمح لي الحين نفس السؤال سي علي، كيف تتابع نعم ارجع صوت لسي سي حسين، نحب نقول لك التحركات التي وقعت في الغرب نشيد بها جدا وسأعلق عليها بعد شوية نعم لما الكلمة سي علي.